اسمعوا، الناس اللي عندها مشكلة في التركيز والذاكرة أنصحكم تاخدوا اللاين مين. اللاين مين هو أصلا كمان علاج للأعصاب، النيرف سيستم، فهذا علاج طبيعي يعني. بس طبعا أقروا عنه، أقروا عن أي شيء أقول لكم عليه قبل لا تستخدموه. هو موجود في أي هيرب، في باودر وفي حبوب. أنا كنت أخده حبوب، دحين صاحبتي تكسل تاخده فجبت لي من ده، أحطه أنا مع القهوة، صراحة ما له طعم ومرة يفرق. حتى الناس اللي مثلا عندهم رعشة مرة حلو، مرة حلو مع المغنيسيوم سيتريت. المهم عموما نفسي تقروا عن اللاين مين، قد إيش هو مرة مفيد حتى للناس اللي عندهم ADHD، أوتيزم، أي مشكلة اللي هو أي مشكلة عصبية. مرة ممتاز، مرة ممتاز. حتى الأوميغا 3 والمغنيسيوم سيتريت. في أنواع تانية من المشروم زي الريشي، زي الكورديسيبس، سوري كورديسيبس، وفي تايجر ميلك. هذولا تايجر ميلك مرة كويس للناس اللي عندهم ربو، حلو للالتهابات الرئوية، برضو أقروا عنها. عندكم كمان الريشي، الريشي مرة كويس لكل حاجة. هذا الصينيين يسموه إكسير الحياة، هذا نوع من أنواع الفطر. كمان تقدروا تجيبوا سبليمنت تكون ميكس بين هذه الأشياء كلها. أنا عادة أخذها ميكس يعني كل هذه المشرومز، ومرة في اليوم، حتى لو أنه إن شاء الله أخذتها بس 3 مرات في الأسبوع بالنسبة لي مرة كفاية.